ضيفة الختام ستيفاني زيدان، مغنية ومدربة غناء. ستيفاني الفنانة الأكاديمية ومؤسسة فريق صدى، صدى باند، الفريق الغنائي الشبابي، حول مشروع الفريق وإصداراته. ستيفاني يلي بتغني بأربع لغات وتستلهم تجربتها من الغناء الشرقي والطرب والفيروزيات والأدود الحلبية، تغني كمان بوب وجاز والغناء اللاتيني والغجري أيضا، رح نتعرف عليها ونسمعها من هلأ لنهاية الحلقة. أهلا وسهلا ستيفاني. هاي ستيفاني. هاي سافا، نورتينا. مرسي بوكو ستيفاني. إذا بتعرف المشاهدين أكثر عليك. أوكي، أنا درست ميوزيكولوجي بالإوزاك وهلأ عم بعمل ماستر بالأوبرا بالأنطونية. I personally started singing لما كان عمري 18 professionally. واشتغلت مع كثير عالم مش بس بلبنان، سافرت على أبو ظبي، على العراق، سرحت على الأردن، على مصر. وفلا تعاملت مع كثير عالم واختبرت كثير أشياء on stage، وهذا كان يعني أحلى تراجي لإلي لهلا. ومين اللي اكتشفك؟ مين اكتشف موهبتك وصوتك؟ Actually أنا طلعت كنت عم بعطي هيك كادو لماي كوزن، كان عنده عرس وقلت يلا بقدم له غنية. فطلعت فكروني إنه أنا بروفيشنال سينجر وجاية أشتغل إنه أعمل شغلة وفيل. بقوم حدا من هونيك الاورجنايزرز بكون هو بيلعب كمان كمانجا، بقوم بيجي لعندي بيقول لي مع اي شركه بتشتغلي؟ ايه، ف بقوم بقول له انه انا ضيفه يعني، بس حبيت اقدم له هذا الشيء يعني لماي كازن. ف فولا قال لي انه كثير حابب اشتغل معك، عن جد فاجئنا انه فكرناك صار لك كثير سنين بتشتغلي وبتطلع اون ستيج. فوالا انا يعني ميوزك از ماي باشن، وبحس انه لما اطلع على الستيج بقدر اكون حره شو ما بدي، بقدر اكون ما حدا بيقدر يحط لي حدود للغنى او للطريقه او لو شو ما كان، بقدر اكون نفسي فولي. ف ذاتس واي فتت بهيدا الدومين. وبالنسبه للاوبرا حبيت كثير انه اكاديميكلي يكون عندي شهاده بالاوبرا سبيسيفيكلي. تكنيك كثير صعبه بس حسيت انه كثير فادتني بالاداء، بيفتح الصوت اكثر كل ما مرنه اكثر، وكل ما وبتعرفوا بالاوبرا كثير بنطلع وانا سوبرانو سو يعني المعلمه كثير اشتغلت معي وبعدها عم تشتغل، نشتغل انا وياها. وبيسكلي ذاتس ات. هلا توداي حبيت كثير انه اعمل شيء لإلي خاص، والتقيت بشابين اتيان عطله والياس مدور. الياس مدور بيلعب على الجيتار كلاسيك، واتيان عطله بيلعب على الاكورديون، وهن كان عندهم شو اسمه اكار. اوكي، فالتقينا وتعرفنا على بعض وقلت لهم طب هتا نعمل شيء خاص فيي وانتم بتكونوا بارت منه. فقررنا نطور هيدي الفرقه ونكبرها، وحبينا نسمي الفرقه صدى. وانا كثير محمسه لانه عن جد عم نشتغل كثير سيريوزمون، حابه عن جد كل العالم تشوف نحن شو بنعمل. It's a very unique concept. That's why. قديش صار لك؟ كمان جزاف هدومي كيبورد، هلا اكيد بنسمع شيء منه على الكيبورد. سوري ما سالتيني سؤال. قديش صار لها صدى؟ صار لنا تقريبا شي شهرين. عن جديد؟ يس. وانا صار لي شي 10 سنين بتغني، بس على طول انه في ميوزيشن جديد جاي بيرجع بيتغيروا. يعني ما حدا خلص، انا اي ونت تو هاف ماي اون كونسبت، ماي اون ايدنتيتي. وحسيت انه ذيس تيم از ذا وان. اول شيء التيم سبيريت موجوده، الشباب بجننوا. ثاني شيء هن ذا فيري بروفيشنال كمان، يعني مش انه بلشوا امبارح وعم يجوا بيلعبوا، انه بدق بدق سوا. ثالث شيء حبيت انه شافوا الفيجن تبعي اللي انا عن جد بدي اياها، و they are with me till the end، وهيدا احلى شيء. وبدي احكي شوي عن الكونسبت تبع الفرقه. تفضلي.
الشيء السبيسال بالفرقة هو إنه جمعنا أكورديون مع جيتار كلاسيك وكيبورد. هيدا التركيبة الانسترومنت ما بتصير عادة. اوكي. كثير قليل. ف I think إنه this is gonna be very special for the people and new خاصة إذا عم بيلعبوا غربي وشرقي وسبانيش كل شيء يعني عم نلعب عربي انجلش فرنش اند سبانيش. اوكي. ف this is kind of hard to do بس شباب ابدا فوالا و I'm excited إنه تسمعوا شيء. أكيد. طب هلا شو بدنا نسمع؟ سيرفريز. يلا سامعين. Let's go. Where you go, I go. What you see, I see. You know I'll never be me without the security of your loving arms, keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stay. Let the sky fall. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. ما بعرف شو بدي اقول. بتغني بعده لغات و وستايلز ديفرنت ستايلز. مزبوط. حسيت انه بدي اقول لك هون ملعبي. اكزاكتلي ملعبي. بحس انه اي واز بورن تو دو ذس. اتس ماي هوم. ذا ستيج از ماي هوم. بس الاغاني باللغه الانجليزيه وهيدا ستايل من الاغاني ملعبك اكثر من غيره؟ صراحة يعني اللي بيقرا وبيسمع وهلا بيسمعنا انه بتغني كمان قدود حلبية. مزبوط. يعني في كثير تناقض. تناقض صراحة. أنا بلشت انجلش واكتشفت إنه أنا كمان بقدر غني عربي. اشتغلت كثير على حالي. ما استسلمت إنه لا أنا بس انجلش سينجر أور فرنش. ف كثير انبسطت باللغة العربية. بحس إنه it's a whole different concept other than like English and French. وحتى لغتي يعني. So بحس إنه كمان I can relate to each song I'm telling يعني. ومش بس بغني قدود حلبية, بغني طرب كمان. إيه صح. لما كنت بمصر كنت عم بغني بريكسوس بالعالمين على 6 شهور كل ليلة يجوا ناس يحضروني وأعملهم بس طرب, بس يطلبوا طرب قد ما بيحبوا كل شيء عربي خاصة بمصر يعني. ما تقولي لي ما رح نسمع طرب. ما أنا أكيد مش محضرة طرب. بلا محضرين. طب سمعينا شيء بالعربي هلا. أوكي ردي. يعني أنت معروفة حتى بالفيروزيات فاللي بدك إياه. مزبوط مزبوط. أوكي. هيدا نعمل موال. دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور ولقيت بنات الحواري بيحور
بالدور بدون كاسات الذهب كاسات من بلور لابد ما يغلط السائي ويجينا دور شبك حبيبي جلى بالهوى هوى حبيبي يا أول هوى شبك حبيبي حبيبي جلى بالهوى هوى حبيبي يا أول هوى يا شمس غيبي أنا وحبيبي قلبي صار له مدة مغيرة دكاته مدري مين الوحدة مدري الهوى ذاته قلبي صار له مدة مغيرة دكاته مدري مين الوحدة مدري الهوى ذاته عم يدك بوابي جاي أغلى أحبابي عم يدك بوابي جاي أغلى أحبابي عجناح الهوى عجناح الهوى خطرنا على بالك خطرنا يا هوى كان مالنا ومالك نحنا يا هوى لا بعمرينا هوينا ولا شافت عينينا طيفك يا هوى طيفك يا هوى لا تطلعي عالشجرة والشجرة عالية وانتي بعدك صغيرة يا يا قمرة قمرة يا قمرة لا تطلعي عالشجرة والشجرة عالية وانتي بعدك صغيرة يا والشجرة عني ما بتضل الايد كيف بتمشي حافي وفستانك جديد والشجرة عني ما بتضل الايد كيف بتمشي حافي وفستانك جديد وبتقومي تتجرحي وبيصير بدك تزكي جبتي حالك مغيرة احبيبك يا تطلعي عالشجرة والشجرة عالية وانتي بعدك صغيرة يا قمارة Thank you. ستيفاني عملتوا الباند وقررتوا تخوضوا قلتي لنا هيك فيها تويست فيها شيء سبيسال شو البلان اللي حاطينه لقدام بهيدي مع هيدا الباند اوكي اول شيء انا كثير حابه نعمل اوريجينلز سينجلز ينعرفوا بس يكونوا خاص للباند أوكي. مش نضلنا نعمل كفرز ونقول كفرينج شخص كثير مهم عبالي نحن حتى لو بلشنا من صغير ايفنتشولي رح نكبر كلنا سوا اذا عن جد اشتغلنا از تيم و soon we will collab أكيد مع يعني we are open to collab with a lot of people بعد ما قررنا مين okay. بس أكيد I want to collab with a manager
اكيد يستلم كل امور الفرقه. هلا نحن عم نشتغل بين بعض بلا. بس بالنسبه للكلام واللحن ستيفاني، هل من مواهب ضمن الفرقه؟ في ناس بتكتب، في ناس بتلحن، يمكن من ضمنهم انت؟ معقوله. هلا انا بكتب بالانجلش بس بعد ولا مره جربت اكتب بالعربي. بس اكيد هذا تحدي جديد انا مستعده اعمله. وكتلحين اكيد 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 يعني الفرقه اكيد قادره تعمل تلحن الاغاني يعني فور شور. ستيفاني زيدان باقيه معنا اكيد من هلا لنهايه الحلقه، ولكن اسمحي لنا رح نروح بريك صغير مشاهدينا ونرجع منتابع حديثنا وحوارنا، واكيد رح نسمع كثير من الاغاني. تابعونا. شرفتونا ومنكمل معك ستيفاني. عبينا نسمعك بالسبانش، شو رايك؟ اوكي يلا ليتس جو. Llegasse de esta manera, no tiene la culpa. Te voy yo de tan sabana, porque muy despreciado por eso no te perrondear. Este amor llegasse de esta manera, no tiene la culpa. Amor y cumpliventa. Morte nel passato, ben berem, ben berem, ben berem, ben ben berem, ben berem. Bamboleo, bambolea, perché mi vira giù la più fiera, mi vira sì. Bamboleo, bambolea, perché mi vira giù la più fiera, mi vira sì. Non ce ne perde di giù. Giuri mi fida la fortuna del destino e nel destino de desamparados. Lo mismo de cadier, lo mismo soy yo, no te encuentro l'abandon. Era imposible, no te encuentro de verdad, por eso un día si encuentro sirenada. Lo mismo de cadier, lo pienso en ti. Perché mi vira giù la più fiera, mi vira sì. Bamboleo, bambolea. Perché mi vira giù la più fiera, mi vira sì. Bamboleo, bambolea. Perché mi vira giù la più fiera, mi vira sì. Bamboleo, bambolea. Perché mi vira giù la più fiera. لم صوتك. عندي سؤال حشري. يس. اللي بغنوا عدة لغات. اوكي. بتفهموا شو عم بتغنوا ولا بتقولون؟ أكيد أكيد أكيد. أنا أخذت كورسات بالسبانيش لأفهم شو عم بحكي، وإلا ما بقدر أوصل ال اوكي. يعني بتفهمي اللغة يعني بفهمي شوي نوت كومبليتلي، بس باخذ فكرة أنا اتليست شو عم تحكي الغنية. فوالا. طب ذكرتي عدة بلدان زرتيها وغنيتي فيها ستيفاني، بناء على شو تغير ريبرتوارك كل مرة؟ اوكي. انا بيسكلي كنت عم سافر مش بس لبرايفت ايفنتس، كنت عم سافر عم بشتغل مع فايف ستارز هوتيلز. يعني اشتغلت مع هيلتون، دبل تري، انتركونتيننتال، روتانا، اشتغلت مع ريكسوس. ريكسوس كمان. فوالا. هلا الديفرنس بين الهوتيلز والبرايفت ايفنتس كثير ديفرنس. من حيث شو؟
بالاوتيلات بيسكلي بيجي هلا بالبلدان مثلا لايك جوردن بيجي كثير ناس منهم اردنيين على طول فوالا دونك على طول بنعمل قصص غربه هلا الناس بتجي ايام بتسمع بالاوتيل بتشرب كاس ويعني شوي كلاسي الجو هلا لما يكون في كثير جروب كبير ساعات عم نعمل اشياء ديسكو اشياء بوب هيك نرقص العالم اكثر كمان مثلا بمصر فرقت كثير كنت عم بعمل بس طرب بريسوس مع انه انا بغني هنا بيعرفوا انه بغني باربع لغات بس الاكثريه العالم على فكره كانوا اكثريه مصريه فانا حبيت لانه عن جد يعني تعرفت على اولاد البلد وعن جد كثير انبسطت لانه كثير بقدروا الموسيقى الطربيه وانا كمان اكتشفت حالي اكثر بالطرب انه تخيلي اذا كل يوم عم تغني على ست شهور طرب يعني مجبوره تحفظي ما بيصير ولا طيب استفع على فكره بدي هنيك انك بتحفظي الاسماء يعني على الهوا بدي هنيك بس عرفت ذكرتيها بالاوتيل انا نو واي كنت اتذكر طيب زي ريتو حلو ريكسوس ذاتس واي يمكن لا لا بس لا مني كثير انا بس ما لك المخرج شيء بتضل حافظه ستيفاني انا عندي مشكله بالميموار كبيره عندك مشكله بالميموار هات لنشوف يعني ولا الاغاني بتحفظيها ولا بتشوف بتكون مكتوبه قدامك هلا في اشياء حافظتها كومبليتلي واشياء الجديده لا شوي بحطها لانه بتكون بعضها جديده ويوم نعمل امبروفايزيشن حدا بيجي بيقول لي بليز فيك تعملي لنا غنيه معينه وانا انه ما فيني بنحرج ما فيني اقول له لا كيف يعني غنيه معينه يعني بكون مثلا انا نحن مش حاطينها بالريبرتوار بهالنهار اغنيه مش محضره اكزامبل اوكي بس نحن عندنا ريبرتوار كثير كبير دونك ما في شيء مستحيل بس كون انا بس مثلا بارت من غنيه ما بكون حافظته بحطه هيك اي سنيك افيك وبرجع بمشي الوضع اوكي ولا ايه يو جاتا دو يو جاتا دو اوكي طيب كيف بتعملي الترانزيشن ستيفاني يعني من لغه للغه بدها شطاره لحتى تعملي هيدا اللينك السنكرونيزاسيون الكراشندو ما بعرف شو بيسموه وصلت الفكره؟ وصلت الفكره كيف؟ معك حق اتس فيري هارد هلا بيرسونلي انا بصير اتخيل حالي بنت عربيه بنت اجنبيه بنت لاتينيه بنت فرنسويه بيسكلي ذس از ات والا انه اكيد كتكنيك هلا انا كثير بتطلع وكثير بسال وكثير يعني بحب اعرف حتى كطبقات يعني مع الفرق بالميوزك بس هيك صح واذا بتلاحظي انه بالفرنش مثلا الصوت كثير رح يكون رفيع حتى لو عم تعملي شيء كثير يعني الفرنسويه هيك كثير كلاسيكال انه حلو هالشيء بس انه their identity الا اذا غنيتي لارا فابيان وسيلين ديون يعني فوالا بتحبوا تسمعوا شيء؟ ايه بنحب تفضلي هيدا اللي كان بدنا نقول لك اياه جو تيم قولي لي ميرسي ميرسي ايه Comme un homme que je ne suis pas, tu vois je t'aime comme ça. Cette maison de pied, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de corps qui se faisait la paix. Je t'aime, je t'aime.
je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Merci. That was beautiful. Merci. Yeah. خلينا نقول Merci beaucoup. إنه صوتك بيبين كثير لما تغني أجنبي. True. To be honest. True. بيبين كثير. يعني بتحسي إنه يعني وجد نفسه. باللبناني منقولها وجد نفسه صوتك. Merci. طيب قبل ما نختم حلقتنا معك ستيفاني، شو البروجي الأقرب واحد؟ كوفر، غنية، عم تشتغلوا على غنية، عم تشتغلوا على كوفر، عم تشتغلوا على شو؟ أوكي، هلأ عم نشتغل لنعمل ماركتينج أكتر للفرقة. أوكي. هلأ we have soon performances in November. أليريا و كاليبري also. Voilà, they confirmed with us. We are so excited. وأكيد بشجع كل العالم تجي تحضرنا لتشوف نحن عن جد شو عم نعطي with passion we're giving them عن جد real music. مش إنه أنا حبيت كون سينجر يلا طلعت ولا دونك من كل قلبنا يعني حنقدم شو كتير حلو وأكيد إن شاء الله يكونوا أكتر إن شاء الله أكيد شاء الله. والصيفية كيف كانت ستيفاني؟ سوبر كراودد بيسكلي ويدنجز ولا بيسكلي وجد بعتقد انه الكره الارضيه تجوزت بالصيف لانه معك حق لانه ما في ضيف استضفني بيشتغل شيء له علاقه بالاعراس ان كان الساتين او لايتنج او دي جي او مزيك او ما غير ما قالنا اعراس 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 انا مبسوطه انه هيك صار لانه قطعنا فتره كثير الناس يعني بطل في فرحه بطل وهلا خلص الناس عن جد بدها تنبسط بدها تعيش بدها ان شاء الله يخلونا فوالا ان شاء الله على امل انه نضل مبسوطين بدنا نقول لك يعطيك الف عافيه ستيفاني انبسطنا تعرفنا عليك ميرسي بوكو انه استقبلتونا تحياتنا كمان للشباب وبس اوف لك Thank you so much. Good luck. أهلا وسهلا فيك ستيفاني. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.